فيديو النهاردة بإذن الله هنتكلم عن short GIT assay questions خاصة intestine and GIT hormones. معاكم دكتور محمد فايز، هنشوف الأسئلة والmodel answer مع بعض. السؤال الأول: list functions of small intestine segmentation. طبعا احنا عارفين ان الانتستين متقسمة الى equal segments، وطبعا السيجمنت اللي بيبقى contracted بعد كده بيبقى relaxed، وقلنا relaxation بيكون in between اتنين contracted segments. اول function: mix the chyme with digestive juice عشان ازود الdigestion. expose كل عجينة الاكل للابزوربتيف سيرفيس، ازود الامتصاص واحرك القايم ببطء شديد. السؤال الثاني: ايه اللي هيحصل لو الميل اول اكله دخلت السمول انتستين؟ طبعا بيحصل سيجمنتيشن كونتراكشن في الاليوم، وده مهم قوي بسبب الجاسترين. خلي بالك ان الجاسترين طالع من الاستومك وهو اللي هيوصل الاكل للإليوم، فبسميها جاسترو إليال ريفلكس. وطبعا لوكال ديستنشن اللي حصل في الديودينوم بيساعد على السيجمنتيشن كونتراكشن. السؤال الثالث: وات از جاسترو إليال ريفلكس اللي احنا قلناه؟ جاسترو إليا لو اتسألت فيه: when a new meal arrives into stomach, gastrine release. ده بيسبب segmentation contraction للإليوم و relaxation للسفنكتر بينه وبين السيكم إليوسيكال سفنكتر. السؤال الرابع: what is the cause of closure of إليوسيكال valve وأهميته؟ طبعا لو السيكم مليان على آخره distended by bacteria ما ينفعش يرجع للإليوم، هيحصل contamination لنيوترينس جوه الإليوم. عشان كده بقولك السبب هو distension of cecum، بنمنع البكتيريا rich colonic content from contaminating a nutrient rich small intestine. define migrating motor complex واشرح اهميتها. طبعا المايجريتنج موتور ده specific peristalsis وانت صايم. خلي بالك الكلمات المهمة عاملها بالاحمر. اثناء الصيام يبدأ من الاستومك ويوصل للترمينال إليوم، بيحصل في سايكلز كل ساعة ونص. مدام موتيليتي يبقى initiated by موتيلين. طب ايه اهميته؟ clear the stomach والsmall intestine of luminal contents. ده بيحضرني for the next meal للوجبة اللي بعد كده. عشان كده سمينا المايجريتنج موتور كومبلكس intestinal housekeeper، زي مديرة المنزل اللي بتنظف البيت من أي بقايا موجودة. طيب mention major and minor role regulating small intestinal secretion. succus entericus ايه اكتر حاجة تتحكم؟ الميجور هو local stimuli. اللوكال distension بيشغل الانترنسك plexus. اما الماينور هرمونال CCK وسكرتين. عايزك تركز معايا في نقطة مهمة قوي. الهرمونال كان أهم دور في البنكرياتيك سكريش، أما في الانتستينال هو الماينور كتجميعة للريجوليشن. طيب منشن انزيمز بتكمل الكربوهيدرات ديجيشن في البرش بوردر of small intestinal epithelial cells. كلنا عارفين ان الانتستينال سكريشن has no digestive enzymes. الدايجستيف انزيمز بتشتغل على البرش بوردر. فالتلاتة انزيمز هم مالتيز
وسكريز ولاكتيز. طيب سؤال بعد كده، عايزك تقولي أسامي الإنزيمز اللي بتكمل هضم البروتين في السمول انتستينال إبيثيليال سيلز. طبعا احنا عارفين من ضمنهم الانتيرو كاينيز قلناها مع البنكرياس، عندنا الأمينو بيبتايديز يكسر البيبتايد، وانترا سيلولار بيبتايديز. طيب الكلام ده على فكرة في غاية الأهمية، لازم تكون انت عارفه كويس جدا. طيب اكسبلين هاو لاكتيز ديفيشنسي يعمل ابدومينال بين. لما بيقل اللاكتيز، اللاكتوز مش هيتكسر لجلوكوز وجلاكتوز، وبالتالي يتجمع الاندايجستد لاكتوز في الانتستينال ليومن، وده ليه اوزموتيك باور عاليه جدا، هيسحب وراه ميه فيعمل اوزموتيك دايريا. ده بالاضافه ان الكولونيك بكتيريا هتهاجم اللاكتوز، ولما تهاجمه يطلع جازس زي كاربون دايوكسيد اند ميثين، والاتنين دول يعملوا ابدومينال بين او كرامبينج. الكرامبينج ليها الاوزموتيك دايريا وتجمع الجازس. طيب منشن تو ريزونز فور ادابتيشن اوف سمول انتستينال ميوكوزا فور ابزوربشن. انا عايز سببين يقول لي ليه السمول انتستين دي مكيفه تماما للامتصاص. السبب الاول very large surface area، ساحه كبيره 600 مره اي مكان تاني. انت عندك الميوكوزا فيها circular folds، ده بيزود الابزوربشن 10 مرات 3 مرات. وعندنا حاجه تانية الفيلاي 10 مرات، والمايكرو فيلاي 20 مره، 3 تايمز 10 تايمز 20 600 مره، بالاضافه لسبيشاليزد ترانسبورت ميكانيزم. السؤال الحداشر، اثبت ان السمول انتستين ليها جريت ابزوربتيف ريزيرف، احتياطي عالي جدا للامتصاص. لو احنا شلنا 50% of the small intestine، بس 50% لا يؤثر على الابزوربشن، بس بشرط 50% اللي تشيلهم ما عدا تيرمينال إليوم، لان التيرمينال إليوم مفروض بيساعد على الفات ابزوربشن، والفيتامين كي بيتكون فيه ويساعد على الكلوتينج فاكتورز والفيتامين دي، لا ما عدا تيرمينال إليوم. سؤال ال 12، عايز سببين للمال ابزوربشن لسوء الامتصاص. السبب الاول قلنا سيرجيكال ريموفال، تدخل جراحي، شلنا اكتر من 50% اوف ذا سمول انتستين. السبب الثاني دامج للفيلاي بالجلوتين، دي ماده موجوده في القمح، ناس عندهم حساسيه ليها تعمل فلاتند فيلاي، تخلي الفيلاي مبططه، بتقلل السيرفس اريا للامتصاص، فبسميها جلوتين انتروباسي. علشان كده بننصح الناس اللي عندهم سنسيتيفيتي للجلوتين ما تاكلش عيش في رده، لا يبقى البديل ممكن يبقى رز او كورن اويل زيت الذره. سؤال ال 13، ايه اهميه حاجتين براش بوردر وكرابتس اوف ليبركون. البراش بوردر اهميتين، فيها الكاريرز فور ابزوربشن والانترا سيلولار دايجستيف انزيمز. اما الكرابتس اوف ليبركون قلنا زي الشق بين الصوابع بين الفيلاي، سيكريتس الووتر اند الكترولايتس، وفيها الستم سيلز اللي بكون من خلالها نيو ايبيثيليال سيلز كريجينيريشن، وفيها كمان خلايا دفاعيه بانس سيلز ليها ديفنسيف فانكشن بسبب اللايزوزايم
and defensin, وده بروتين. Mention two exchangers في الابيكال ميمبرين. يعني بنتكلم دلوقتي على اليومينال ميمبرين. عايز نوعين من الاكسشينجر مهمين. صوديوم هيدروجين اكسشينجر. صوديوم يدخل جوه السل والهيدروجين بالعكس في اليومين. الكلورايد زيه يدخل جوه السل والبايكربونيت يتحرك الى اليومين. تمام. طب نيجي للسؤال الخمستاشر. ايه اهم روت، اهم طريق للصوديوم كلورايد ابزوربشن؟ عارفين من النظري ان في باسيف ميكانيزم واكتيف ميكانيزم. اهم طريقه هي الالكترو نيوترال، الاكتيف ميكانيزم. دايما الكلورايد بيتسحب ورا الصوديوم، يا اما بالجريدينت العادي هقول باسيف، يا اما بيتسحب نتيجه صوديوم بوتاسيوم بامب. خرجت 3 ان ايه بره اكتيف فاسحب الكلورايد، يبقى المرة دي يبقى active process. mention mechanism of chloride absorption، قلناها passive and active زي ما مكتوب قدامكم. طيب عندنا السؤال 17. mention انواع الجلوكوز transporter، وده مهم قوي، at luminal and basolateral border. طبعا عند اليومينال بوردر خلي بالك دايما الجلوكوز بيدخل السل وراء الصوديوم. صوديوم يتحرك بالسيمبل ديفيوجن فروم ليومين تو سل، ياخد وراء جلوكوز، يبقى اسميها صوديوم اس جلوكوز ترانسبورتر 1. طب ليه قلت سكندري اكتيف؟ لان اللي خلى الصوديوم يتحرك من اليومين الى السل ان تركيزه في السل قل بسبب صوديوم بوتاسيوم بامب. فالبامب البرايمري هي الاساس، وبالتالي ده سكندري اكتيف معتمد عليها. عند البيزو لاترال بوردر اتصاله بالبلازما اتحرك الجلوكوز باي فاسيليتيتد ديفيوجن، اعتمد على كارير مش صوديوم، نوت ديبندنج اون صوديوم. منشن انواع الفركتوز transport at the luminal and basolateral border of intestinal cell. الفركتوز لا يعتمد على الصوديوم أساسا، سواء دخوله من اليومين إلى السل أو من السل إلى البلازما. فاليومينال بوردر جلوكوز ترانسبورتر 5. أما عند البيزولاترال بوردر اعتمد على جلوكوز ترانسبورتر 2. كلام ده في غاية الأهمية. طيب mention the types of amino acid transport عند اليومينال والبيزولاترال بوردر. الأمينو أسيد تعامل معاملة الجلوكوز بالضبط. في اليومينال بوردر هي بتعتمد على صوديوم co-transported with sodium secondary active. في البيزو واللاترال بوردر فاسيليتيتد ديفيوجن. خلي بالك الأسئلة كلها مبنية على ترانسبورت. mention types of di and tri peptide transport at luminal and basal lateral border of intestinal cells. الdi والtri peptide لا يعتمدوا على صوديوم في النقل من اليومين إلى السل، لا مفيش اعتماد، يعتمد أساسا على هيدروجين. عشان كده قلتلك في اليومينال بوردر الترانسبورتر اسمه بيبتايد ترانسبورتر 1 ذات ريكواير هيدروجين. المعلومات المهمة باللون الأحمر عشان تبقى مركز معايا. في البيزو لاترال بوردر بيزو لاترال امينو اسيد ترانسبورتر، ترانسبورتر سبيسيفيك. خلي بالك ما ذكرناش الصوديوم اساسا في الموضوع. سؤال 21. وات ار كايلو مايكرونز؟
الكايلومايكرونز هي تجمعات من التراي جليسرايدز. فاكر لما قلنا الفيديو اللي فات في المراجعة ان البايل سولت بيبقى ميسل فورميشن بيدخل في السنتر الفات برودكتس لغاية لما يوصلوا للابزوربتيف سيرفيس ويسيبهم. كان في عندك مونو جليسرايد اتنقل جوه السل مع الداي جليسرايد عمل لي تراي جليسرايد، اتجمعوا واتغلفوا with layer of lipoprotein. طب انا عايز اخرجهم بالاكسوسايتوزيس من البيزل ممبرين اوف سيلز، ما قداميش غير لمفاتيك كابيلاريز لانها بيرميابل للحاجات اللي وزنها كبير، عشان كده هو انتر ذا لاكتيال ويرجع بعد كده باللمفاتيك سيركيوليشن. كومبير بتوين بتر فات الزبدة واللونج تشين فاتي أسيدز. خلي بالك الفرق ما بينهم ايه، ان انت عندك absorbed direct into portal blood هو more water soluble، ده مهم جدا الكلام ده، ولا يتحول الى كايلو مايكرونز، ما بيتحولش، انا بدوب في المية وخلاص. ودي حتة في غاية الأهمية نبقى مركزين عليها كويس جدا عشان خاطر النظري بعد كده. طيب mention الميكانيزم of vitamin absorption. طبعا السؤال ده على فكرة سؤال متشعب جدا، ليه؟ لأن انت عندك الميكانيزمز بتاعتك في fat soluble vitamins وفي كمان عندي water soluble vitamins، فانا هتكلم على الميكانيزم بطريقه بسيطه. فات سوليبل فيتامينز كارد ان بايل ميسلز، لكن معظم الووتر سوليبل بتمتص بكارير صوديوم ديبندنت ما عدا البي 12 اند فوليت لا يعتمدوا على الصوديوم. 24 منشن العوامل اللي بتزود امتصاص الحديد، فيرس ايرن يزود الاتش سي ال والفيتامين سي لانه هو بيحول الفرك الى فيرس، سوليوبيلايزنج ايجنتس السكر والامينو اسيد تساعد على الايرن ابزوربشن. طب لو الايرن ديفيشنسي، لو الايرن قل لازم الفيرو بورتين ريليزس الايرن، والايرن ده يوصل فيه الدم اللي متخزن نخرجه. لو زاد الاريثروبويسز تبتزود تصنيع الريد سيلز يبقى هتزود الايرن ابزوربشن. سؤال 25 العكس، منشن فاكتورز تقلل امتصاص الحديد، بدل فرس قول لي فرك، بدل الاسيد هتقول لي الالكالي بيرسبه، precipitating agents زي الفوسفيت، اوكزاليت، الاوكزاليت ده على فكره في المانجا اللي بيحب يشرب مانجا كتير هيرسب الايرن يجيله انيميا، and phytic acid ده مهم قوي، وايرن اكسس ما دام زاد الحديد خلاص احنا مش عايزين امتصاص زياده عن اللي عندنا. Mention transporters of iron، السؤال ده مهم جدا، شيالين الحديد at illuminal and basal lateral border. السؤال ده متقسم الى جزئين، illuminal border لازم تحدد انا هنقل ايه، لو هيم يبقى هيم carrier protein 1، طب لو فرس يبقى داي metal transporter 1، طب لو بيزو lateral border محتاج فيرو بورتين 1. خلي بالك الكلام ده مهم، في طلبة يقول لك هيم كارير بروتين وينسى التاني هتنقص، فلازم تبقى مركز ان في 2 transporter في اليومينال border وفي واحد في البيزو lateral border، الترانسفيرين هو بقى اللي يكمل وينقله من الدم الى بقية الاماكن.
What is hepcidin؟ حتى البداية أول ثلاث حروف تعرفك بيتصنع فين. أولا هو بروتين هرمون. هب يبقى ليفر هيباتيك سنسيتايزد باي ذا ليفر. ده البرايمري ريجوليتور اوف ايرن هوميوستاسيس. لما الايرن يقل في الدم لازم يطلع الايرن من الستورج بارت من الفيرو بورتين للدم. ده مهم جدا. طب امتى بيتفرز؟ لو الايرن ليفل زاد. لو الايرن زاد في الدم انا مش عايز ايرن متخزن يخرج للبلازما. عشان كده الهاب سيدين انهبتس هيمنع الفيرو بورتين اكشن. وعشان كده ده السؤال التمانية وعشرين. ازاي الهاب سيدين ريجوليتس الايرن ليفل؟ لو الايرن ليفل زاد هو هيزيد. يمنع الفيرو بورتين بطريقتين. اندوسيتوزيس يدخله جوه السل مرة تانية internalization او يكسره باللايزوزوم ويقلل الايرن absorption كنتيجة في النهاية. What is the mechanism of calcium absorption؟ خلي بالك لما نتكلم عن الكالسيوم احنا لازم نعرف في اليومين الممبرين حصل ايه. الكالسيوم دخل من اليومين الى السل بكالسيوم تشانل باسيف، عملتها بين قوسين بالاحمر. النقل هنا باسيف بالبوابات. جوه السل نفسها الابيثيليال سيل مسكته في الكالباين دين. خلي بالك انت اخدت كالموديولين قبل كده ودي تاني كالباين دين من اسمه بروتين يمسك فيه الكالسيوم. طيب انا عايز انقله عبر البيزو لاترال بوردر يبقى ليها اكتف ميكانيزم صوديوم كالسيوم انتي بورتر وكالسيوم بامب. ممكن السؤال يركز لك على الجزئيتين دول كشورت اسي. mention how calcium is transported across basolateral. كل الطلبة تقول لك calcium pump وينسى الجزئية دي ينقص نص الدرجة. sodium calcium anti porter. طيب how can active vitamin D يساعد على calcium absorption؟ بيزودوا ازاي؟ فيتامين دي قال انا هزود كل حاجه. كالسيوم تشانل هشغلها والكال بايندين هزوده والكالسيوم ايتيبيز بامب. يعني انا بساعد على الكالسيوم ابزوربشن من البدايه الى النهايه. منشن مصادر الفوليوم اللي بتدخل في السمول انتستين كل يوم. تقيلنا السمول انتستين اكبر مكان للابزوربشن. السمول انتستين بيوصل له 9000 ملي في اليوم. 7000 ملي دايجستيف جوس و2000 ملي انجستد فود اند فلويد. من ال 9000 ملي يمتص 8800 ملي فقط يتخلص من 200 ملي ينزلوا فيه الكولون ومنها الى الفيسز. منشن اهم سبب للدايريا. طبعا اهم سبب للدايريا الريتيشن الميكوزا بفيروس ببكتيريا فبنقول لوكال الريتيشن ده اهم سبب. وايموشنال استرس. طبعا الاسترس بدايته سمباثاتيك شغال لو زاد قوي يقلب ببارا سمباثاتيك. عشان كده السبب الرئيسي للإسهال زيادة الانتستينال موتيليتي. كلام ده في غاية الأهمية لازم تكون عارف الكلام ده ومركز عليه كويس قوي. نيجي بعد كده للسؤال 33. mention osmotic active particles بتسبب الدايريا. يعني ايه اللي بينزل في اليومن of large intestine أو rectum عنده القدرة يسحب وراه مية؟ laxative. اللاكساتيف زي المغنيسيوم سلفيت الملينات.
لو قل اللاكتيز انزايم، قلنا ان اللاكتوز ما بيتهضمش وليه اوزموتيك باور، ده في اللاكتوز انتوليرانس. لو قل صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1، لان معنى كده ان الجلوكوز مش هيتنقل مع الصوديوم من اليومن الى السل. جلوكوز والصوديوم عندهم قدرة أزموزية عالية جدا، هيسحبوا وراهم مية، والمية الزيادة تنزل معانا في الاستول. عشان كده الدايريا فلويد فيسز، فقد الهارد كونسيستنسي أو قوامه الصلب. What is the cause of secretory diarrhea؟ هنا مش بقول أزموتك، بقول secretory، وعايز الميكانيزم بتاعها. طبعا اشهر حاجه بتعمل سكريتوري دياريه هي الكوليرا. الكوليرا توكسن. بتشتغل ازاي؟ اكسسيف سكريشن اوف الكترولايتس اند ووتر فروم كرابتس اوف ليبركون. كلنا عارفين ان كرابتس اوف ليبركون هي اللي بتعمل سكريشن للميه والايونات، وبالتالي هيشتغل التوكسن عليها ويزود السكريشن عندها. طيب منشن ترانسبورترز لا تتأثر بالكوليرا توكسن. حاجتين: صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، وحاجة تانية صوديوم جلوكوز كو ترانسبورترز ما بيتأثروش بالكوليرا توكسن اساسا. السؤال الأهم: ليه محلول معالجة الجفاف Oral Rehydration Therapy يستخدم في علاج الدياريا؟ طبعا المحلول ده بيكون فيه جلوكوز وسولت، سكر وملح. طبعا دايما الجلوكوز والصوديوم Coupled Reabsorption. تخيل أنا بديك محلول فيه سكر وملح، فالاتنين يتنقلوا من اليومن إلى السل ثم إلى البلازما، يحصل absorption، ونعوض الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم باللي فقده. الحاجة التانية: لما بتزود الصوديوم في الدم، قلنا في النظري ان الصوديوم اتراكت الووتر. الصوديوم بيبقى موجود في مكان اسمه lateral spaces، واللاترال سبيس بيشد مية من السل الى بره. انا كده زودت الاوزموتيك باور. What is hostriations؟ عارفين ان large intestine متقسمة الى sacs او اكياس، ده شبه segmentation في small intestine. سبب الhostriation هو pacemaker في large intestine، عمل slow wave potential زي slow wave اللي قلناها في stomach او في small intestine. في pacemaker في كل أورجن من أعضاء الجي آي تي. طبعا ده سلو ويف، لما يوصل للثراشولد أكشن بوتنشال تتكون فولود باي هوسترال كونتراكشنز. خلي بالك اللوكيشن بتاع الأكياس دي جراديولي تشينج، عامل زي فكرة السيجمنتيشن بالظبط. السيجمنت اللي كونتراكتد تبقى ريلاكسد، هنا نفس الفكرة، الساك اللي contracted يبقى relaxed، واللي relaxed يبقى contracted. طيب مين اللي بيتحكم فيه mainly؟ intrinsic plexus، ده مهم قوي. طب ايه اهمية الhostrations؟ الhostrations بتخزن الفيسز وgive sufficient time for colonic bacteria to grow، زي فكرة السيجمنتيشن في الانتستن بالظبط. بتحرك ببطء، move the time slowly، بدي وقت للدايجيشن والابزوربشن. هوستريشن بطيئة، تدي وقت للبكتيريا المفيدة انها تنمو فيها، وده سؤال هنقوله النهاردة. What is colonic mass peristalsis؟ كلمة mass يعني كتلة، يعني الاسندنج وترانسفيرس كولون هيشتغلوا كوحده واحده. ايوه ده هيحصل عشان نزق الكولونيك كونتنت في الديستال بارت اوف لارج انتستين، يتخزن الى ما يحدث الديفيكيشن.
مدته 10 إلى 30 دقيقة، ثم يتوقف ويرجع تاني بعد نص يوم أو يوم. طبعا ده بيحصل من 3 إلى 4 مرات في اليوم حسب عاداتك. يعني في ناس تعمل ديفيكيشن بعد كل وجبة، وفي ناس مرة في اليوم، وناس مرة كل يومين ثلاثة. initiated by gastrocolic reflex. أنا قلت gastroileal reflex أول ما الوجبة بتدخل في الانتستين يشتغل الجاسترين، والجاسترين بيزود الموتيليتي اوف ستومك ويفتح الاسفنكتر، تمام، اليوسيكال اسفنكتر. طب هل الجاسترين ليه علاقة بالجاستروكوليك؟ لان الجاستروكوليك ريفلكس معتمد على ماس موفمنت للترانسفيرس والاسندنج كولون، وده السبب فيها جاسترين. وحتى في النظري قلت لك الجاسترين مكمل معاك من بداية الموتيليتي حتى النهاية. طيب 40 describe component of defecation reflex. أي reflex يتكون من 6 نقاط: stimulus, distension of the rectum، اتملى الركتم، اشتغل ال stretch receptor in the wall of the rectum، afferent pelvic nerve بعت إشارة من الركتم للspinal cord إنه اتملى، central sacral segment، efferent اللي نازل pelvic nerve contraction of rectum and sigmoid colon وrelaxation of internal anal sphincter. خلي بالك قلناها في الاوتونوميك السنة اللي فاتت internal، لانه الاكسترنال بيبقى سوماتيك وفولانتري. انا بتكلم على بارا سيمباثيتك تتحكم في الانفولانتري. What is the effect of spinal injury on defecation؟ قبل ما جاوبك على السؤال ده عايزك تعرف حاجة مهمة. defecation جزئين: جزء voluntary إرادتك to contract the external anal sphincter، وجزء involuntary إنه relax الinternal anal sphincter. لو باظ السباينال سيجمنت هيبقى الركتم يفضي اوتوماتيك، ايفاكيويشن اوكيرز ريفلكسلي. تفاصيل الكلام ده حصلت ازاي هنشرحه في سنه ثالثه مع السنترال نيرفس سيستم. بس عايزك تعرف النهارده ان الركتال بريشر لو زاد ل 55 مليمتر مركري ريلاكس الانترنال والاكسترنال انال سفنكتر. الرقم ده ممكن تتسأل عليه في الامتحان. 55 خمستين. 42 انيوميريت اسباب الكونستيبيشن. ليه في امساك؟ اكيد الموتيليتي قليلة، ديكريز كولونيك موتيليتي بسبب ايجينج، كبار السن، ستريس، او لو بالك دايت. مفروض تاكل سلطة خضرة. سلطة الخضرة دي فيها فايبرز، فيها سيليولوز، ده بيعمل ديستنشن، والديستنشن يشغل الميكانو ريسبتور او الستريتش ريسبتور يساعد على الديفيكيشن. ممكن الكولون يبقى فيه سبازم مش قادر يعمل كونتراكشن، او باظ الديفيكيشن ريفليكس، بمعنى افرنت اتقطع، سنتر مش شغال، افرنت فيها مشكلة. What is the function of large intestinal secretion؟ large intestine فيها نوعين من السكريشنز مهمين: ميوكس وبايكربونيت. الميوكس بيسهل الباسج اوف فيسز، لوبريكيشن. لو اتسألت عن ميوكس قول لوبريكيشن. ده بيحمي اللارج انتستاينال ميوكوزا من الميكانيكال انجري، بيسهل خروج الفيسز. طب البايكربونيت ليه؟ طب يا دكتور ده الكالاين، تو نيوترالايز ذا اريتنت اسيدز. طب الاسيد جت في اللارج انتستين منين؟ ما هو احنا ما بنعملش موتيليتي او هضم بسبب
اللوكال بكتيريال فيرمنتيشن. البكتيريا بتتخمر وبتكون اسيدز، فانا بفرز بايكارب تو بروتكت الميوكوزا من اي كيميكال انجري. خلي بالك كيميكال انجري لان في اسيد، ده كيميكال. ميكانيكال انجري اللي هو احتكاك الفيسز بالميوكوزا، خلي بالك في الفرق بين الاثنين. منشن اماكن او اشهر مكان بيبقى فيه معظم امتصاص في الكولون. كلنا عارفين ان الكولون اقل قدرات من السمول انتست، مفيش فيلاي ومايكرو فيلاي والساركولر ميوكوزا الفولد، ولكن الابزوربشن معظمه فين؟ بروكسيمال هاف اوف كولون، النص الاولاني، لان النص التحتاني او الديستال ستورج اوف الفيسز. What are harmless action of the colonic bacteria؟ colonic bacteria بتعمل ثلاث حاجات مهمين: تصنع الفيتامينز K وB12 B1 وB2 وفوليك أسيد، بتكون الجازس زي كربون دايكسايد هيدروجين ميثين، ده بيعمل فليتس في الكولون، ومسؤولة عن اللون البني للبراز لأنها بتشتغل على البايل بيجمنتس، وده مهم جدا نكون عارفينه. قارن بين الجاسترين والسي سي كي والسكريتين، ريجاردينج المكان، ستيمولاي والوظيفة. عايز أقولك على حاجة مهمة قوي. أولا الجاسترين طالع من الجي سيلز والتي جي سيلز، امتى يتفرز؟ بسبب الفيجاس. طبعا جاسترين ريليزنج بيبتايد، هنا الفيجاس ما بيطلعش اسيتايل كولين، وعشان كده does not blocked by اتروبين. اهم نوع اكل يخلي الجاسترين يتفرز بروتين. طب ايه فايدة الجاسترين؟ يزود ال HCL والبيبسينوجين، وقلت لك في النظري في اتنين هرمونز بيزودوا ال HCL، جاسترين وصديقه الموتيلين. ترافيك تو ستومك والسمول انتستين، انا بقوي المعدة والامعاء، انا بسرع الجاستريك موتيليتي، يفتح الاليوسيكال سفينكتر، وبيساعد على الماس موفمنت ان كولون، بيساعد على الموتيليتي من البداية الى النهاية. السي سي كي طالع من الاي سيلز في الابر بارت اوف سمول انتستين، فاكر في النظري لما قلت لك امين بريكيرسر ابتيك اوف ديكربوكسيليشن او عبود سيل، قلت لك دي انواع مختلفه، فالاي يطلع سي سي كي، الاس يطلع سكريتين، او النيرفز في الديستال اليوم اند كولون بتفرز السي سي كي. سي سي كي الاستيمولاي بتاعه الدهون في الديودينوم، طبعا عكس الجاسترين يمنع الموتيليتي والسكريشن، فيعمل ايه؟ يقفل البايلوريك سفينكتر لانه بيأخر الجاستريك امتينج، ده انتيرو جاسترون. خلي بالك ان هو يزود البنكرياتيك اسيناي انزيمز، بيساعد السكريتين انه يشتغل، يقول له انا معاك، انت بتطلع الكالاين بانكرياتيك سكريشن انا معاك تو نيوترالايز الاسيد اللي هيوصل للديودينوم، بنحاول نحمي الديودينوم اجينست ألسر. ترافيك تو بانكرياس، خلي بالك من كلمة ترافيك دي، هنا الجاسترين يقوي المعدة وهنا السي سي كي يقوي البانكرياس، دايما اللي بيشتغل على مكان بيقويه عشان يطلع له برودكت اكتر. بيزود السمول انتستينال سكريشن، ولكن قلنا ده ماينور رول، واهم حاجه يساعد على الساتايتي او الشبع. خلي بالك كل الجي اي تي هرمونز تساعد على الشبع ما عدا واحد، وده سؤال لسه هحطه، السكريتين الاستيمولاي اسيد
او بروتين يمنع الجاستريك موتيليتي وسكريشن كونتراكت بايلوريك سفينكتر بالظبط زيك يا سيسيكي، ولكن هو متخصص في ايه بقى؟ ستيمولييت ذا بانكرياتيك داكت اند ليفر. زي السؤال التجميع اللي قلته لك، ازاي السكريتين نيوترالايز اي اسيد؟ بيزود الصوديوم باي كربونيت سكريشن، يا اما يشتغل على قنوات البنكرياس او الليفر. على فكرة السكريتين والسي سي كي اصحاب. السي سي كي اوجمنت الاكشن اوف سكريتين على الضغط، والسكريتين قال له وانا كمان هنشط شغلك على الاسيناي عشان تطلع انزيمز. ترافيك تو بنكرياس زيه زي السي سي كي، وستيميوليت سمول انتستينال سيكريشن. 48 قارن بين جي اي بي وفي اي بي وموتيلين من حيث المكان والستيمولاي والفانكشنز. نفس الفكرة، هتلاقي معايا الجي اي بي طالع من الكي سيلز اللي في الابر سمول انتستم. جي اي بي اسمه جلوكوز ديبندنت انسولين ترافيك بيبتايد، يعني هو بيتفرز لما تاكل اكله فيها جلوكوز كاربوهيدريت. انسولين ترافيك معناها انه هينشط البنكرياس انها تفرز الانسولين. عشان كده كفانكشن قلت لك ستيمولييت انسولين سيكريشن باي بنكرياس. الجمله اللي جايه اللي عملتها بالاحمر مهمه جدا كام سي كيو، ان فيد فورورد فاشن. يعني ايه فيد فورورد؟ يعني انا هشغل مكان يطلع حاجه. احنا بنمشي لقدام مش بنرجع ننشط المكان اللي بدات منه الاشاره. يعني مثلا الابر بارت اوف سمول انتست الكيسل طلع الجي اي بي، شغل بنكرياس يفرز انسولين، ما رجعناش للكيسل مره تانية. فده اسمه فيد فورورد، وده الموست امبورتنت رول. ان ممكن السؤال كشورت اس يجي لك اهم فانكشن للجي اي بي تقول له هي دي. طب المينيمال رول انهبت جاستريك موتيليتي اند سيكريشن. الفي اي بي فازو اكتيف انتستينال بيبتايد طالع من اعصاب في الجي اي تي، ستيمولاي الدهون اللي في الديودينوم. كوظيفه بيمنع الجاستريك سيكريشن زيه زي الباقيين، بس خلي بالك من اسمه تقدر تستنتج وظيفه. فازو اكتيف، فازو دايلاتيشن، هيوسع البيريفرال فاسلز، هيزود الانتستينال سيكريشن، ده بيساعد على الهضم، هيفتح السفنكتر زيه زي الجاسترين بس هو عكسه في انه انهبت الجاستريك اتش سي ال. بيشتغل على السلايفا، استيميوليت ذا اكشن اوف اسيتايل كولين اون سليفري جلاند، يعني ده معاك في الهضم من اول افراز من السلايفا. وبيكمل معاك الموتيلين بيتفرز من الانتيرو كروماتين، والموسلز حتى قلت لك مو ام او موتيلين طالع من الموسل في الاستومك والسمول انتستين. الاستيمولاي الموتيلين بيتفرز وانت صايم او ما بين الاكله والتانيه، ده مهم قوي. وخلي بالك ده اهم ريجوليتور للمايجريتنج موتور كومبلكس الام ام سي، وده بتيجي كتير في الام سي كيو. وكونتراكشن للسموث ماسل في الاستومك اند ذا انتستين. 49 منشن جي اي تي هرمونز ستيمولييت افراز الانسولين بس بعد بروتين ميل. لو قلت كربوهيدرات تقولي جي اي بي. فكره جي اي بي ده كان اسمه القديم جاستريك انهيبيتوري بيبتايد قبل ما يكتشفوا علاقته بالانسولين. طب ليه دي مهمه؟ لان بعد البروتين بيطلع
ثلاثة جاسترين وسي سي كي والسكرتين، والثلاثة دول هما اللي استيميوليت الانسولين ريليز. خلي بالك ثلاثة اللي قدامكم بيطلعوا الانسولين بعد بروتين ميل وليس بعد كربوهيدرات ميل. منشن الاولي جي اي تي هرمون الوحيد اللي استيميوليت ذا فود انتيك. مين الهرمون الوحيد اللي يخليك تاكل كتير وقد يسبب اوبيزيتي؟ جيرلين. الجيرلين ده مهم قوي، الباقيين كلهم بيساعدوا على الساتايتي او الشبع. طيب انا عاوز تذكر 2 جي اي تي هرمونز ريليزد في الانتر دايجستيف بيريود، يعني مين اللي بيطلع ما بين الهضم والتاني او وانت صايم؟ الجيرلين يعني ده بيساعد طبعا على ان احنا بنقول فيدنج، وموتيلين. الاتنين دول هما الوحيدين اللي بيتفرزوا في الانتر دايجستيف بيريود. اخر سؤال، منشن باراكراين جي اي تي هرمون اند اتس فانكشن. باراكراين معناها هرمون بيطلع ويشتغل على نيبرينج سيل، يعني السوماتو ستاتين ده طالع من الدلتا سيل اللي في البنكرياس او الدي سيل اللي موجوده في الاستومك ميوكوزا، فيشتغل على جيرانه على الجي سيل اللي بتطلع جاسترين يوقفها، يشتغل على التشيف سيلز اللي بتطلع البيبسينوجين فيوقفها. ده كلمة باراكراين، وهنعرف معنى المصطلح ده مع اندوكراين في سنة تالتة طب نظام جديد. سوماتوستاتين من اسمه، ستاتين means stop static هوقف. انهبت، بص كتبت لك اربعة انهبتس بالاحمر، انهبت جاستريك سيكريشن اند موتيليتي، هوقف الافراز HCL والحركة، هوقف افراز كل الهرمونز جاسترين سيكريتين جي اي بي في اي بي موتيلين. ده مش وقت لهضم ولا امتصاص، ودايما السوماتوستاتين يطلع بعد اخر عشوة الى ما قبل الفطار. انا بوقف كل حاجة. انهبت جول بلادر كونتراكشن، ما هو طبعا عشان اقلل البايل ريليز. هو البايل اخرجه ليه؟ احنا مش عاوزين نهضم الفات دلوقتي او نمتصه. وانهبت الاكسوكراين بانكرياتيك سيكريشن، وقصدنا طبعا بالاكسوكراين ده صوديوم باي كربونيت الكالاين سيكريش. انا بوقف كل حاجة. جي اي تي بقى الخلاط اللي شغال طول الوقت، ارتاح، مفيش حاجة تانية هتتعمل. حاولت اراجع معاكم كل الانتستن والجي اي تي هرمونز في ال 52 سؤال اللي عرضتهم في هذا الفيديو مع الموديل انسر. ثانك يو. كان معاكم دكتور محمد فايز.